السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله، أحبابي في الله، على قناة عبد الهادي قدور رقم 2 تاع البريكولاج. أشعلتم صباحا، صلوا على رسول الله بقوة، صلوا على رسول الله بقوة. إذا ما جاوبتوش الفيديو تاع البارح، دوك أنا نجاوب على نفسي، نجاوب الفيديو على نفسي لكي تستفيدوا الجميع. ليفي سباركر، ساومت للبارح سبولي 4 دينار اللي درت لكم على فيديو تاع 4 دينار، اليوم صبتو 3 دينار 50. قلت له اعطيني باطا ندير لك باطا فيها 250. كي راح جاب لي باطا تاع للعلم لا ريفيرونس تاع 3.9 × 40، جاب لي باطا فيها 250. قلت له شحال؟ قال لي 85000. جيت نديها، كي جيت نديها قلت له اعطيني آلة الحاسوب، عطاني آلة الحاسبة، عاود درت العملية تاع الحساب. واش درت أحبابي في الله؟ كتبت 250 × 85000، شحال خرجت لي؟ 3.40 دينار. قلت له 3.40، وانت تبيعو في الديتاي 3.50. أيا قلت له نديرو عملية حسابية واحدة أخرى، نكتبو 3.50 × 250، شحال خرجت لنا؟ 87500. قلت له يحب يقول نربح 2500. قلت له ما كلاش يا حبيبي، اعطيني ديتاي خويا. قلت له لا نربح 2500 في الباطا، غير اعطيني ديتاي، نشري عليك ديتاي، ما كاش مشكل. السلام عليكم، صلوا على رسول الله في امان الله. سلام، صباح الخير.